أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. وفيه أي العلوم النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين. أيوة، تقدم لنا العلو المطلق، وقلنا أن العلو المطلق هو إيش؟ ما ذكر بسند، يعني بسند أقل رجالا نعم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون ذلك السند سندا نظيفا، يعني ليس فيه مجاهيل وليس فيه نعم. هذا هو يعني. وكذلك مر بنا يعني من علو الإسناد أقل رجالا إلى إمام من الأئمة، ولو كان من الإمام من النبي عليه الصلاة والسلام نازلا. ثم بعد ذلك إلى الكتب المصنفة كالبخاري ومسلم نعم، ومنها الموافقة، من العلو النسبي الموافقة نعم، كأن يوافق المصنف في شيخه، يوافق نعم، بحيث أنه لو رواه من طريق البخاري مثلا رواه نازلا، ولو رواه من طريق غيره واجتمع معه مع شيخه اعتبر حينئذ إيش؟ عاليا. يعني مثلا هو يروي عن قتيبة بن سعيد، يروي البخاري وكذلك مسلم، شيخ البخاري نعم، كذلك من شيوخ البخاري قتيبة بن سعيد نعم. فهنا يعني لو روى شخص يعني الآن البخاري يروي عن قتيبة بن سعيد، فيأتي مصنف من المصنفين فيجد سندا إلى قتيبة بن سعيد من غير طريق البخاري، بحيث أنه لو رواه من طريق البخاري رواه نازلا، ولو رواه من طريق البخاري رواه إيش؟ عاليا. بالنسبة للبخاري وافقه في الشيخ، وافقه في الشيخ الموافقة الآن في الشيخ. وإذا لم يكن علوا ما يعتبر، يعني لا ميزة فيه الآن، مع وجود هذا يكون علو، بحيث أنه لو رواه من طريق البخاري يروي بثمان طرق، لو رواه من طريق آخر يروي بسبعة، ولكنهم يتفقون في أي شيء؟ الشيخ قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد نعم، هذا قتيبة بن سعيد إمام الأئمة نعم، خرج له البخاري ومسلم وأصحاب السنة نعم، يعني روى عنه الكثير نعم. فهنا يعني من تلامذته أبو العباس السراج، أيوة، وهو تلميذ البخاري، هو ترى أبو العباس السراج من تلاميذه نعم. فهنا أبو العباس السراج نعم يروي عن قتيبة بن سعيد، ولكن الطريق الذي يروي عن طريق عن قتيبة بن سعيد أعلى من طريقه إلى إيش؟ من طريق البخاري. فيقوم فيروي من طريق أبي العباس السراج، ويجتمعان في أي جاي؟ في الشيخ، وهو قتيبة بن سعيد، فيكون حينئذ إيش؟ موافقة. إذا الموافقة أين كانت؟ في الشيخ، في شيخ البخاري. أيوة، شيخ البخاري صارت موافقة معه. هذا الآن أنا عندي سند، أنا إن رويت إلى من هذا، ترى حصل هذا نعم، قد أروي بسند إلى البخاري بعشرين طريق مثلا، لكني أروي من طريق آخر وأجتمع معه، ما أجتمع مع البخاري نعم، أجتمع نعم مع شيخه نعم، فتكون حينئذ إيش؟ موافقة في الشيخ نعم. كما مسألة سابقا يعني أن كل ابن عباس رضي الله عنه رآه حديثا، والطلاب عندما حال يعني التقى قوم سيدنا عمر الحج، فأصبح روايتهم عالية. يعني
يعني هذا ربما يوهم الشخص ويقول ان من سند انقطاع، يعني من اسند عنهم قبل ان يثقوا سيدنا عمر، نعم، فياتي من اسند بعدهم بعد لقاء سيدنا عمر فيظن ان هناك ايش انقطاع. ايوه، وهنا لا، هذا من المزيد في متصل الاسانيد، يعني هذا من المزيد. هذا لا، يعني الان مش موافقة. هو الموافقة في الشيخ، نعم، يعني أن يأتي بإسناد يكون فيه علوا، إذا ما كان يعني هذا يختلف، يعني المسألة في سند نازل وسند عالي بالنسبة إلى بعضهما، هذا عالي وهذا نازل، لكن هذا العالي نعم إلى يجتمع مع البخاري، لكن إذا روى من طريق البخاري رواه نازلا، وإذا رواه من هذا الطريق إلى قتيبة بن سعيد رواه إيش؟ عاليا. هذه موافقة بأي شيء؟ بالشيء، وهو قتيبة بن سعيد وافق. واضح المثال؟ وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، هي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. هذا اللي نتكلم بن حجر. ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا، لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة. واجتمعوا في أي شيء؟ في قتيبة، توافق فيه. فإذا لم يكن هناك علو لا ميزة للسند هذا، يعني ليس هنا ميزة، يعني ولكنه الآن صار بين عندنا سندين: نزول وعلو، نزول وعلو. فقد حصل لنا مفهوم. نعم. فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري بشيخه بعينه مع علو الإسناد إليه، مع علو الإسناد إلى قتيبة، بحيث أننا لو روينا من طريق البخاري رويناه نازلا. وفيه في العلو النسبي البدل. كمثل هذا مخلعه النساء، وهو الوصول إلى شيخ شيخه. نعم. كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي. إلى القعنبي، تلميذ الإمام مالك. على القعنبي عن الإمام مالك، نعم. فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. فيكون إيش؟ بدلا فيه من قتيبة. الآن إحنا نروي عن الإمام مالك، نعم، هذا سمى بدل. ونروي عن الإمام مالك، احنا في الطريق الأول رويناه عن طريق من؟ قتيبة. هذا الآن ايش؟ روينا بطريق ووصلنا إلى الإمام مالك بغير طريق قتيبة، وإنما بطريق عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو أحد رواية الموطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي. فهنا الآن عندنا الإمام مالك. هل الإمام مالك هو شيخ البخاري؟ لا، شيخه شيخي. فالآن آتي بسند، أنا ما عندي سند إلى 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 قتيبة بن سعيد. لا، أنا عندي سند إلى الإمام مالك، لكنه من طريق القعنبي. فإذا اللقاء في إيش؟ التقينا في شيخ. وصار هذا القعنبي بدلا عن قتيبة. هذا هو البدل. البدل لا يوجد أنه عالي ولا لا عالي. إذا ما كان عالي ما لابد يكون عالي. نعم، هو من أقسام العلوم. أيوة، إذا لم يكن نزية لابد في نزية لأنه يتوهى العلوم. نعم. من العلوم فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. أيوة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل
إذا قارن العلوم. إذا قارن ما يعتبر يعطى اسم الموافقة واسم البدل إلا إذا كان إيش؟ يعني مثاله لو ربينا بطريق لكنه إحنا نوصلنا من أن نصل إلى مالك نعم لكن ما نقدر أن نصل إلى مالك إلا إيش؟ إلا بسند يعني من طريق قتيبة بن سعيد إلا بطريق النازل لكن نبي نتصل إلى مالك بأي شيء نصل إلى القعنبي فالقعنبي وقع إيش؟ بدل من؟ بدل قتيبة فصار حديث بدل بحيث أننا لو رويناه من طريق قتيبة رويناه نازلا أيوة. لكن احنا رويناه من حديث عبد الله بن مسلمة القعنبي نعم ايوه اذا وين صار اين صار فيه البدل اين البدل في شيخ الشيخ عبد الله بن مسلمة القعنبي والمبدل قتيبة لا الموافقة ان يوافقه الشيخ والبدل أن يوافقه لشيخ الشيخ يضع بدل شيخ ذي شخص آخر يعني بدل قتيبة يعني مثلا يعني هذا ما عندي موافقة ما أجتمع مع الشيخ البخاري لكن أجتمع مع شيخ الشيخ بحيث أني لو رويت من طريق البخاري رويته نازلا لكن أنا أروي إلى الإمام مالك من طريق مثلا عبد الله بن مسلمة القعنبي نعم وكلا الشيخين روى لهم البخاري نعم روى لهم إيه البخاري لكن هذا يكون بدل من من قتيبة من قتيبة وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلوم إذا قارن العلوم إذا ما كان هناك علوم لا ميزة لي يعني هذا كثير حصل لكن لابد يعني أنه مع الإمام مالك مثلاً لو رواه من طريق البخاري إلى قتيبة بن سعيد رواه بعشرة طرق عشرة وسائط وإذا رواه عن قعنبي إلى الإمام مالك رواه بتسعة وسائط إذن الآن الذي أبدل مكان قتيبة من هو؟ عبد الله بن مسلمة هو الذي أبدل فصار بدلاً عن قتيبة بدلاً عن أي؟ عن قتيبة فصار عالياً ولا لا؟ صار عالياً ولذلك وتكون الموافقة في الشيخ والبدل يكون في شيخ الشيخ نعم. وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه يقع الكثير لكن إذا ما كان هناك علوم فلا يسمى فلا يقع هذا الاسم ظاهر لما ظاهر يعني بمعنى الوضوح لا بمعنى الخروج. إذن هنا المهم سيدي أن يكون السند عالي. عاليا. ولا ما في ميزة. يعني إذا ما كان عاليا إيش فائدة من العلم ذي نعم. يا سيدي عندما كان عدد الرواة متساويا أليس كذلك؟ إذا تساوى. نعم. إذا تساوى معه صار مساواة. سيأتينا إن شاء الله. سيأتينا. إذا أخذه وفيه أي العلوم النسبي المساواة المساواة انتبه المساواة يا شيخ محمد إسلام وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين مصنفين يعني الإمام بن حجر يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام سندا يروي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبعة طرق وكذلك النسائي يروي بسبعة طرق فكأنه ساواه فكأنه إيش ساواه ابن حجر يروي نعم يروي عن 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 عن, 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 عن لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ابن حجر يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بسبعة طرق بسبعة طرق بسبعة صلاة والإمام البخاري
والإمام والإمام النسائي يروي في في بعض أسانيده إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبعة وسرات. نظرنا كذا حين؟ أيوة. الآن نبي نشوف العلو. أي صار مساواة. لكن هل هنا فيها علو ولا ما فيها؟ فيها. أيوة. ولولا النزول عند النسائي لما سواه. لكن قد يكون هناك سند عند النسائي نازل. نازل يعني ما رواه إلا بسبع طرق. نعم. بسبع طرق رواه. وابن حجر عنده طريق للنبي عليه الصلاة والسلام بسبعة. وعالية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلولا نزول الإسناد عند هذا ولولا علو الإسناد عند هذا لما سواه. لما على الإسناد عند ابن حجر نعم ونزل الإسناد عند النسائي نعم سواه في نفس الحديث في نفس الحديث ظاهر هنا يعني حجر بعد النسائي بزمان مع كون ذلك تلقونه الإمام النسائي توفي سنة 303 وابن حجر في القرن التاسع جمع بين السابع بين التاسع الثامن والتاسع كأن يروي النسائي مثلا كيف يروي ابن حجر طريق مسابق من النسائي لا يعني يعلو سند النسائي نازل سند النسائي أنا أقول لك الحين لولا أنه عند النسائي نازل يعني أحيانا قد يكون رواية التابعين بعضهم بعض ما قلنا أنه حتى في حبة إلى سبعة قد يكون من هذا القبيل يعني أنه كان في عبد الله في حديث إنما العبد من ثلاثة من التابعين بعضهم يروي عن بعض نعم في نفس الاسم ظاهر فهمنا كيف الآن إيه فهنا على عند ابن حجر بسند في علوم نعم وإحنا قلنا كل ما قلت الرجال نعم وروي بسند نظيف صحيح نعم على فهو روى بهذا الأمر فعلى عند من عند ابن حجر ونزل عند النسائي فسواه وقد يكون وقد نسميه مصافحة وقد نسميه إيه مصافحة ليه تقول نقول لأن ابن حجر كمثل النسائي فكأنه لقي النسائي وسلم وصافحه وسلم عليه كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص نعم مصافح نعم وفيه أي العلو أي العلو النسبي أيضا المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف مع تلميذ ذلك المصنف نعم على الوجه المشروح أولا وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائية فكأننا صافحناه فهمنا كيف؟ أيوة فمفهوم يا شيخ محمد سلام ها؟ فمفهوم ويقابل العلو بأقسامه ويقابل العلو بأقسامه النزول نعم النزول أيوه يقابل كل هذا الأشياء بالنزول ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول بعد باقي مثلا إيش مثلا ال
لا لا قبل واتلاقا في العلو النسبي عندنا تقدم وفاة وفاة الراوي تقدم إيش وفاة الراوي وتقدم سماع الرواية هذا يعتبر من العلو النسبي مثاله مثاله سلمك الله يعني مثاله قول النووي ما أرويه عن أبي بكر ما أرويه عن 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 الحاكم بطريق البيهقي ما أرويه عن ثلاثة إلى الحاكم ما أرويه عن الحاكم بطريق البيهقي عن ثلاثة عن أعلى مما أرويه عن أبي بكر بن خلف بثلاثة لماذا؟ لأن بين وفاة البيهقي وأبي بكر بن خلف 40 سنة وهذا علوم نسبي يعتبر تقدم وفاة الراوي عن الإمام هذا إذن إيش؟ وفاة هذا تقدمت على من روى عنه ثانيا وهكذا وكذلك سلمكم الله مثلا تقدم الرواية فمن روى عن الشيخ في صباه نعم يكون من روى بعده في الكبار بالنسبة إلى هذه الرواية عالية واضح نعم يعني مثاله من سمع من سيدنا أنس مثاله على سبيل التمثيل سنة 50 من الهجرة وبعضهم سمع عنه سنة 90 فمن رواه سنة 50 عنه من الهجرة أعلى من رواه بعد هذا وعلى هذا فقس نعم إذن إيش تقدم إيش تقدم وفاة تقدم وفاة من روى عن الراوي من روى إيش عن الراوي ولو اشترك في السنة لو اشترك إيش في الوسائط نعم يعني اشترك هذا ثلاثة وهذا ثلاثة لكن هذا سبقه أن توفي قبله نعم فيعتبر إيش عادي يعني الشيخ ما ذكره هنا يذكر ابن الصلاح في المقدمة إن شاء الله نقرأه معكم وسميت مصافعة ويقابل العلوب بأقسامه المذكورة النزول ما قبل هذا يعني برواية أبي بكر بن خلف تعتبر نازلة رواية كذا من على يعني من نزل إسناده وكثرة رجاله بالنسبة لمن وعلى يعتبر نازل هذا وعلى هذا القصة فيكون كل قسم من أقسام العلوب يقابله قسم من أقسام النزول نعم خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع لنزول الله الله إذا قلنا نعم من السند أنه عالم فمعناه لا بد أن هناك نزول ولا ما يعني إحنا ما نطلق عليه لفظ العلو إلا إذا كان هناك نزول ولا ما إذا تعددت الطرق فبعضها عاليا وبعضها نازلا نعم فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ السن واللقي والأخذ عن المشايخ هل تسمى رواية الأقران فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه نعم لو روى بعضهم عن بعض ثم إيش رواية الأقران عن بعضهم بعض فهمنا الأقران نعم كيف يعني مثلكم أنت مثلك أنت ويا عثمان يعني أنت الآن يعني روايتك إليه مثلا أو رواية عنك نعم مثلا يعني رواية عنك مثلا فإن رويتما عن كل منكم روى عن الآخر فهو المدبج وإن روى هو عنك تعتبر رواية أقران مفهوم حين؟ يعني لو روى كل منكم عن الآخر سمي مدبجا سمي إيش؟ مدبجا وإذا مثلا أنت رويت عنه أو هو روى عنك فقط نعم؟ وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج فهو المدبج نعم
وهو أخص من الأول. وهو أخص من الأول بحيث أنه إيش؟ أنه كل منهم روى عن الآخر. فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبج. لماذا؟ لأن بعضهم أخذ من بعض. وقد صنف الدار قطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الإصبهاني في الذي قبله. الإصبهاني الإمام الكبير له كتاب العظمة وله كتاب أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الكبار الأئمة، كذلك له كتاب في السلوك. نعم، طبقات المعد، له طبقات المعد الرواية المعتمدة. أيوه، إمام من الأئمة، من كبار الأئمة. أظن توفي 360 هو 69 فالمسكين توفي عدل ولد 274 ولد في 274. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدقة أن كل منهما يروي عن الآخر، أيوة، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث. نعم، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. أيوة، يعني انتبه الآن، أنا رويت عنك يا كامل، نعم رويت عنك حديث، أو مثل البخاري مع الترمذي، ترى البخاري روى عن الترمذي أحاديث. نعم، فهل هذا يعتبر مدبج؟ وهو أخذ عنه، فهل نسمي هذا مدبج؟ لا، وإنما نسوي رواية الأكابر عن الأصاغر. أيوة، فهمنا كيف؟ يعني كل يعني هو تلميذه، ومثل أبي العباس السراج مع البخاري، فهو تلميذه نعم، وسمع منه نعم، ولكنه روى عنه أحاديث، لا عن تلميذه أحاديث. فماذا نسمي هذا القسم؟ ها يا أحمد؟ والتدبيج مأخوذ من الديباج، من ديباجتي الوجه. فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا. فقد يكون مستويا من الجانبين، لكن ما يكون عيش مدبجا. وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في النقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنه أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه، رواية الآباء عن الأبناء. أي رواية الآباء عن الأبناء، الآباء يروون عن أبنائهم. يقول انتبه، ربما الذي ليس بخبير يقول هذا سند مقلوب، وهو لا، قد روى هذا الحديث من طريق ابنه. نعم، والصحابة عن التابعين، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه كذلك. نعم، وأهل ذلك يسمى ما بعد ما قال لك كذلك يعد من هذه النوع. نعم، من الأصاغر. نعم، وفي عكسه كثرة. هاي في عكس كثرة. كم من الآباء
ما كم من الأبناء ما روى عن آبائهم، ما كم من التلاميذ ما روى عن شيوخهم. هذه من أقسام العلوم، علوم النسبية. لا، صفة الرواية. هالرواية ماذا نسميها؟ هذه رواية أقران. ماذا نسميها؟ نسميها مدبج. ماذا نسميها؟ رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأصاغر عن الأكابر، وهكذا. ما فائدته؟ ها؟ فائدته. يعد له فائدة. إذا يعني أحياناً إيش؟ تقول حدثنا البخاري عن أبي عيسى الترمذي، تقول تعال إيش بعد أبو عيسى الترمذي تلميذ البخاري، شلون تقول حدثنا أبو عيسى الترمذي قلب عليك السند، نقول له السند عندنا عدل، بس هو روى هذا الباب رواية الأكابر عن الأصاغر، كيف لا بد فيها هذا؟ يقول انقلب عليك السنة. ايش ما انقلب؟ لا يعرف ذلك. يضعف الحديث. نعم، ولكنه هذا ولذلك يعني مهم جدا هذا. العلماء صنفوا جمل الاحاديث التي رويت بهذه الصفات، روايه الاكابر عن الاصاغر وروايه الاصاغر عن الاكابر. وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. هذا الغالبة، هذا المعروف، رواية الأصاغر أن الصغار يروون عن الكبار، وأن الأبناء يروون عن إيه؟ أبناء، وأن التلاميذ يروون عن شيوخهم. ومنه من روى عن أبيه عن جده، كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد ألف في ذلك الإمام الحافظ عباس بن قطلوب غاء كل من روى عن أبيه عن جد كتاب مجلدا. نعم، كان شيخنا الشيخ سيد عبد الله بن الصديق كان دائما يعني يذكر يا ليت أنه يطبع، ما شاء الله طبع قبل حوالي 10 سنوات. هذا ما يرويه فلان كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن الحكيم عن أبيه عن جده، وهكذا. كل راوي ما قيل فيه عن أبيه عن جده في هذا الكتاب. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. هذا فائدة هذا. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي. أيوة، مثل عمرو بن شعيب عن أبيه، نعم، عن جده. فعمر بن شعيب يقول هذا عن أبيه عن جده، هل أن شعيب هذا شعيب والده محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فيقول عامر بن شعيب، نعم، عن أبيه، هل هذا يرجع إلى عامر أو يرجع إلى شعيب؟ أي، فصحيح أنه يرجع إلى إيش؟ إلى شعيب. نعم، عن أبيه عن جده، عامر بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم، عن أبيه هي. نعم. ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه. نعم. وبين ذلك وحققه، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، وقد لخصت كتابه المذكورة، وزدت عليه تراجم كثيرة جدا. ما شاء الله. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء 14 أبا. الله 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 الله، ما شاء الله. عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه. ما شاء الله. كله محدث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما.
رجع الضمير إلى أبيه ينزل السند. إذا رجع الضمير في جده إلى أبيه، إذا رجع الضمير إلى أبيه، إذا عمرو بن شعيب نعم عن أبيه، عن أبيه يعني عن أبي أبي شعيب أو أبي أو شعيب عن أبيه عن جده، عن جده ضمير في جده نعم. إذا رجع إلى أبيه إلى عن أبيه إلى 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 شعيب، إلى شعيب إيه ينزل السند، السند نازل، هم لا تعلق بالعلو ولا بالنزول، هذا وما له تعلق يعني. لو رآه لا يعني أقول لك هذا ما له تعلق يعني، يعني هذا ما له لا شك إنه إذا 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 مثلاً إذا نزلت واسطة بينهم يصير يعني إيه يعني بخلاف لو كان مثلاً أي نعم، فالحاصل أنه 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 سلمك الله يعني ليس هو المقصود في الترجمة، المقصود في الترجمة رواية الآباء نعم عن رواية الأبناء عن الآباء، ومنه رواية كذا عن أبيه عن جده. وصف الرواية هذا وكل رواية سرابك ولا سمعت من أستاذ الرسمية هنا قرأ علي الحديث روى الحدث روى الحسن عن ابن الحسن عن جد الحسن إن الحسن خلق الحسن هذا قال هل يوجد صحة روى الحسن عن ابن الحسن عن جد الحسن أحسن الحسن إن خلق الحسن هذا حديث حسن حدثنا أبو الحسن يطلقون على الحسن البصري حدث إيش؟ لا عن سيدنا الحسن لا أبو روى الحسن روى الحسن عن أبي الحسن عن أبي الحسن علي يعني علي عن جد الحسن عن جد الحسن ما شاء الله هذا أول سنة بسمع ما شاء الله وأنا سمعت منه علي الصحة ما شاء الله إن أحسن الحسن الخلق الحسن كذلك أنا أول مرة نسمع هذا حديث الحسن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله غرائب نسمع سنة نعم نقطع الصوم والراحة من البكرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. وبالسند المتصل إليه رضي الله تعالى عنه أنه قال باب في صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. وبذلك قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة أن قال أنه قال قلت لأنس بن أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مدا. قال حدثنا علي بن حوج قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم
يقطع قراءته ويقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف. وكان يقرأ مالك يوم الدين. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر أم يجهل أو يجهر عندكم أم يجهر عندنا هذا يجهر أم يجهر. قالت كان ذلك قد كان قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر وربما جهر. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن هذا صلاة النبي في بيته. يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سرا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جهرا ويصلي سرا بالتهجد. وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن معاوية بن قرة فأنها قال أنه قال سمعت عبد الله بن مغفر يقول رأيت النبي. وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانق أنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن معاوية بن قرة أنه قال سمعت عبد الله بن غفر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع. قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مصك عن قتادته أنه قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجعه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا يحيى بن حسان حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. نعم سيدي. باب ما جاء في كتاب السنة صلى الله عليه وسلم فديني به حدث قال حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن مبارك عن محمد بن سلمة عن ثابت عن مضارب وابن ابن عبد الله بن الشيخ عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالوجه فيه أزيز المرجل كأزيز القدر المرجل القدر صوت القدر يعني بقوة ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من قوة خشوعه نعم وتجليه وأخذ الأهل العلم من هذا الحديث وأخذ منه أهل السلوك الشيء الكثير أخذ منه يعني ما شاء الله يعني أخذوا من هذا الحال نعم أخذوا منه صحة الصلاة بالبكاء وأخذوا منه ولو كان لا يفهم عنه كهذا وبه إليه قال حدثنا محمد بن غدر عن معاوية بن هشام أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي
فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمع من غيري فقرأت سورة النساء حتى بلغت الله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملاني. حدثنا قتيبة أخبرنا جرير أخبرك هو وبه إليه قال حدثنا يستحب حال الدرس أن يقول بين كل شيء قال أي حدث وإذا وصل إلى الصحابي أنه قال أي عن قال نعم سيدي عن أطاعي بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال إن كسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم رب ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفر فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحاجته ولا لحياته فإن كسف فاسعوا إلى ذكر الله تعالى. حدثنا انكسف شيخي انا سمعت في صلاه الكسوف في مذهب الشافعي ركوعين نعم في البخاري هكذا نعم. البخاري مش هكذا وهذا اخذ به الاحمر في هذه الروايه نعم. حدثنا محمود بن غيلان اخبرنا ابو احمد اخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمته عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنته له تقضي فاحتضى لها قبل وفاتها تقضي حياته آخر لحظة فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمنة رضي الله عنها فقال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألست أراك تبكي فقال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمل الله تعالى حدثنا نبي إليه حدثنا محمد بن بشار فقال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون
فهو ميت وهو يبكي القالب عيناه تغرقان. مديني حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال أخبرنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة رضي الله عنه أنا. قال انزل فنزل في قبرها. سيدة زينب باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سيد بعد وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أبانا علي بن مسر عن هاشم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشمه ليس. وبه إليه قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى المشير قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جاحر بن محمد عن أبيه قال سئلت عن عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت من أدم حشمه من ليف. وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت مسحا نثنيه سنتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت لو سني هو أربعة ثنيات لكان أوطأ له فتنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة. قالت قلنا هو فراش إلا أنا تنيناه بأربع ثناية قلنا هو أوطأ لك. قال وردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وضاءته صلاة الليلة. وكم أخذ من هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى اللهم افعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم انا نسالك علما نافعا ونسالك علما طافعا ونسالك لسانا ظاهرا ونسالك قلبا قويا ونسالك عملا نبيا ونسالك الفوز بالجنه ونسالك الحجاره من النور اللهم انا نعلم ان الله جميلا كاحسن يا واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم اهدي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين وصل الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.